بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم بداية ورحمة الله وبركاته. قد يكون من سبقوني قد استفاضوا كثيرا وأوفوا حق الكلام العام حقه، لذلك سوف أنطلق من جزئيات بسيطة في الإطار العام، ثم أنطلق مباشرة في الجزئيات الدقيقة أو في تفاصيل هذه المسودة. أريد أن أتحدث على الإطار الذي تنطلق منه هذه المسودة. لعل الإطار الذي تنطلق منه هذه المسودة بالمطلق هو إطار الحكومة. كان هذا الأمر منذ بدء إقدامس واحد. كان الحوار في بدايته تشكيل الحكومة والتئام مجلس النواب، أي أن هناك سلطة شرعية تشريعية يراد لها أن تلتئم في مقابل وجود حكومة يريدها الغرب، وسوف نوضح من خلال تفاصيل المسودة كيف أن هذه الحكومة ليست حكومة للليبيين وليست حكومة ليبية بالمطلق. كانت العقبة التي قابلتهم في إقدامس واحد هي القضاء، فكان للقضاء دور كبير في تغيير موازين القوى الخارجية في تناول الإدارة الليبية في الداخل. فكان في هذا الأمر الاتجاه مباشرة إلى تفكيك القضاء بالكامل، بمحاولة لن أقول عدم الاعتراف بحكم المحكمة، فحكم المحكمة لا يحتاج إلى اعتراف لأنه هذا شأن داخلي بالدرجة الأولى، ولكنه تجاوزوا وسكتوا وروجوا من خلال البعض أن المشكلة مشكلة سياسية وليست مشكلة قانونية حتى يتلافوا الوقوف أمام القضاء. كانت هذه العقبة الأولى، وسنرى ماذا فعلوا في المسودة كي يفتتوا هذه العقبة بالكامل مستقبلا. الجزء الثاني من الإشكالية وهو التنازع الذي خلق وفق المفهوم الغربي تنازع شرعي ما بين مجلس النواب وما بين المؤتمر الوطني، من أن هذا أوجده صندوق الانتخاب ومن أن هذا أرجعه حكم المحكمة أو حكم القضاء. هذا سيظل مستمرا في هذه المسودة حتى بعد إيجاد مجلس الدولة، فالتنازع مازال مستمر من خلال عدم توازن الصلاحيات. إذن يبقى لدي الجسم الأساس الذي ينطلقون منه دائما هو جسم الحكومة، وهي الهدف وهي المراد بالدرجة الأولى، إيجاد حكومة. فقد تكون هذه الحكومة هي الحاكمة وليس مجلس النواب وليس مجلس الدولة وليس المؤتمر وليس أي شخص ثاني، فقط حكومة حاكمة من خلال آليات تنفيذية مطلقة الصلاحيات في تعاملاتها الداخلية والخارجية، وسنرى هذا الأمر الآن بإذن الله. في مسألة القضاء فلنبدأ بنص الشريعة الإسلامية. نص الشريعة الإسلامية والذي ينص على أن الالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها. كان في المسودة السابقة الالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع جزء في الديباجة وليس في المبادئ الحاكمة، ثم أورد في المبادئ الحاكمة وأضيف له ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها. كان لدينا في المسودات السابقة تحفظ على مسألة المناصب السيادية في كيفية اختيار المناصب السيادية. كان هناك 5 من مجلس الدولة و5 من مجلس النواب، كلاهما يختار في 7 مناصب. هي كانت في بداية المسودة 4 6 مناصب، ثم في المسودة التي تم التوقيع عليها أضيف لها منصب 7 وهو منصب رئيس المحكمة العليا، وتفاجأنا بهذا الطلب أنه لم يطلب لا من مجلس النواب ولا من المؤتمر أن يضاف رئيس المحكمة العليا ليكون اختياره من متجاذبين سياسيا، وهذا أمر كان من المستغرب لأنه في هذه الحالة أنا سأزج بالقضاء في المعترك السياسي، لأن نعرف حالة الاستقطاب الكبيرة جدا ما بين مجلس الدولة وما بين النواب التي ستكون عليها
حتى سابقا. في الجلسة ما قبل الأخيرة من الصخيرات تم تعديل هذا الأمر بحيث يكون أن الاختيار وفق التشريعات الليبية النافذة، أي أن الجمعية العمومية للقضاء هي من ستختار رئيس المحكمة العليا، ويتم التعيين من الجهة الشرعية اللي هي وفق آلية 5 و5 أو ما بين مجلس النواب ومجلس الشورى. في هذا الأمر بعد أن عدلت هذه المادة التي تدخل القضاء في المسألة السياسية كان لابد من تعديل آخر يتبعه، وهذا لعل ما أشار إليه الدكتور عادل كندير من أن الأمم المتحدة دائما ما تتلاعب بصياغات النصوص بما يخدم أهدافها هي. في الوقت الذي عدلت فيه هذا البند خرقته في مكان آخر ليؤدي نفس الغرض الذي تم منه. عندما نتكلم هنا عن الالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها، كلام طيب وجميل، ولعله يقول البعض هذا هو مطلبنا، ولكن أعتقد أنه مطلبنا كان ويعد باطلا ما يخالفها. هل هناك فرق ما بين أن يكون ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها وما بين ويعد باطلا ما يخالفها؟ نعم هناك فرق، وفارق كبير جدا في الناحية القضائية، لأنه لا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها. هنا أنا أنقل الرقابة إلى من رقابة لاحقة وهي رقابة القضاء إلى رقابة سابقة وهي الرقابة السياسية، وهنا فرق كبير جدا. هل ارتضينا نحن الليبيين أن نغير هذه الرقابة من رقابة سابقة على إصدار من رقابة لاحقة لإصدار القوانين إلى رقابة سابقة لإصدار القوانين؟ لا أعتقد أن احنا تناقشنا في هذا الأمر سابقا. ما التبعة التي تؤدي إلى هذا الأمر؟ هناك عدة تبعات. أولها إذا صدر قانون مخالف فيما بعد لا يجوز لي أن أرفع قضية أمام القضاء كمواطنة، إذ في الرقابة السابقة لابد أن يرفع القضية ذي صفة، بينما في الرقابة اللاحقة أو الرقابة القضائية الهيئات الاعتبارية المواطنين الطبيعيين أي شخص يجوز له أن يرفع قضية في إبطال أي قانون. الأمر الثاني وهو ما أشار إليه سماحة المفتي من الجهد الذي بذل في مراجعة القوانين لن يكون له أي اعتبار، بالإضافة أن ما وجد مخالفا للشريعة سيستمر مخالفا للشريعة، لأنه أحكام هذه المادة لا تسري على السابق ولكن ستسري على ما سيأتي مستقبلا، وما سيأتي مستقبلا لنا أن نتصور في عمر البرلمان سنة أو سنتين أو أي ما كان عمره إلى أن يصدر قانون الدستور ما هي القوانين التي سيصدرها، إما قانون استفتاء أو قانون انتخاب أو قوانين تتعلق بالنواحي الأمنية والعسكرية ولكن لن تتعلق بالنواحي الاجتماعية والنواحي المدنية والنواحي الجنائية التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة المكلفة بها. وبالتالي ستكون الحكومة القادمة حكومة التوافق ستصدر قرارات بخاصة في المنحة الاجتماعي ستكون مخالفة للشريعة الإسلامية وفق استنادها لما هو موجود تبعا من قبل في القوانين. هذه إحدى التلاعبات في النصوص التي فعلتها البعثة وإحدى المخادعات في هذا الأمر. أيضا المسألة التي تدخل القضاء في المعترك والسياسي هي مسألة التحكيم، وأعتقد أن سماحة المفتي والدكتور عادل كندير سبقوني إلى هذا الأمر، وهي مسألة تحويل الأمم المتحدة إلى أن تكون طرف حقيقي في عملية التحكيم، مما يعني انتهاك سيادة القضاء بالكامل. نحن هنا لا نتحدث عن عدم فصل بين السلطات ولكن نتحدث عن وجود الأمم المتحدة كمستشار وكمتحكم باستشارتها في هذه المسألة في حل نزاع، وبالتالي لم يعد لدي نص للرجوع إليه عند الفصل، وكما سبق وأوضح أن المتنازعين موجودين ومن سيفصل بينهما مرة أخرى هو الأمم المتحدة دون أن يكون المرجعية النص، ولكن ستكون المرجعية في هذه الحالة هي الأمم المتحدة
مرة ثانية، ولعل المرجعية هذه ما يعيد إلينا مرة أخرى أن نتحدث عن هذه المسودة. هذه المسودة بكاملها تمثل كتلة أوجدها حكم المحكمة أو اضطر إلى إيجادها حكم المحكمة، وفي مقابل هذه المسودة يوجد لدي حكومة. هذه الحكومة ليست مرجعيتها المسودة، ولكن مرجعيتها بعثة الأمم المتحدة مباشرة. وهذا إشكال آخر أيضا نقع فيه، لأن هذه الحكومة سلطتها أعلى من سلطة مجلس الدولة وأعلى من سلطة البرلمان، وبالتالي هي أعلى من السلطتين. السؤال الذي يطرح نفسه ونحن نتحدث عن الموازنة ما بين سلطة البرلمان وسلطة مجلس الدولة، كيف نضمن عدم تغول سلطة الحكومة على المجلسين ولديها صلاحيات كبيرة جدا مخولة بانتهاكات السيادة؟ وسنرى هذه الصلاحيات داخل الحكومة وانتهاكات السيادة فيها التي ترهننا ليس فقط لانتهاك سيادة، بل تجعل من هذا الأمر هو احتلال مباشر. ولعلي هنا أشير إلى مسألة من سأل سؤال ما البديل. أنا أريد في هذا المقام أن أسأل سؤال آخر بالمقابل، هل الرضوخ أو الرضا بالاحتلال المباشر حل مطروح للأزمة الليبية؟ هذا ما علينا أن نجيب عليه، سواء كان من ناحية القيمة، لأنه نعرف نحن أن البلدان والحضارات تعيش بالقيمة الأخلاقية، أو سواء كان حتى من القيمة النفعية، لأنه بالتأكيد من القيمة النفعية على الحكام أو الطائفة الحاكمة أن تحقق مستوى المعيشة ورغبات شعبها وليس رغبات الخارج. ولعل هذا ما لا سنجده في هذه الحكومة التي سنتناول سريعا بعض هذه الإشارات فيها. المسألة الأخرى التي أريد أن أعرج عليها أيضا في موضوع حكم المحكمة، أن البعض قد يتساءل لماذا لا نتنازل عن حكم المحكمة حقنا للدماء؟ السؤال الذي يفرض نفسه مباشرة، لماذا لا نلتزم بحكم المحكمة حقنا للدماء؟ لماذا لا نلتزم بحكم المحكمة حتى نحافظ على قيام الدولة وحتى نحافظ على وجود الدولة؟ هناك من يقول أن هذا اتفاق سياسي، وفي الاتفاق السياسي يجب ألا نركز على النصوص ولا نركز على صياغتها لأنه سوف يحل مشكل سياسي. إذا كان هذا اتفاق سياسي، لماذا يكون ملزم لمؤسسات الدولة جميعها، ولماذا يكون ملزم لكل الليبيين؟ إذا كان هذا اتفاق سياسي بين سياسيين فليتفقوا عليه ويوقعوا عليه، بما أنهم أربكوا المشهد بالكامل، ويوضع في المحكمة كحل نزاع لهم، وتؤخذ منه فقط المواد ذات الطبيعة الدستورية، وهي ما تضمن ضمن الإعلان الدستوري. أما أن تكون على سبيل المثال الترتيبات الأمنية جزء من الإعلان الدستوري، وبالتالي أي خرق في الترتيبات الأمنية سيعد خرق للإعلان الدستوري، وفي هذا النص أيضا أن الجيش يحمي أو يحافظ على عدم المساس بهذا الإعلان الدستوري، معنى ذلك أن عند الخرق قد يكون مقصود وقد يكون غير مقصود، سنجد أنفسنا في مواجهة الجيش الذي سيمنعنا من المساس بهذا الإعلان الدستوري، وتلك إشكالية كنا يجب أن نحتاط لها بالمطلق. سوف أتحول إلى بعض النقاط، لعلي أبدأ من مسألة أولويات الحكومة. من ضمن أولويات الحكومة في الأولويات السياسية، وهذه من الأشياء الغريبة جدا، أنه لدينا جسم تشريعي وهو ذو طبيعة سياسية، ولدينا مجلس دولة استشاري وهو أيضا ذو طبيعة سياسية، ونجدهم
في الحكومة التي يجب أن تكون ذات طبيعة تنفيذية خدمية لصالح المواطن يجعلون في أول بند من أولويات هذه الحكومة الأولويات السياسية، وهو ما يضعنا أمام شك مريب وغريب وعجيب أيضا في هذا الأمر تجاه هذه الحكومة. ولعل من النقطة الثالثة العمل على توفير دعم دولي واضح للحكومة من خلال تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي والإقليمي. المسألة الآن، وكما نعرف أن مسألة الشراكة الدولية أصبحت هي المهيمن في العلاقات السياسية الدولية مؤخرا، ولكن هذه الشراكة يفترض بها أن تكون في إطار الندية، لكن إذا اختلف هذا الإطار، إطار الندية، تحولت مباشرة إلى إملاءات، وبالتالي تعتبر احتلال مباشر. من خلال هذه الشراكة أو تعزيز هذه الشراكة هي احتلال مباشر في إطار الأولوية الموجودة، وهي أولوية السياسات. أيضا مكافحة في الأولويات الأمنية، ولعل وعسى الأولويات الأمنية جاءت في النقطة رقم 2 بينما جاءت السياسية وهي الأهم بالنسبة لهم في النقطة 1. في الأولويات الأمنية هناك أيضا مكافحة العنف والتطرف والهجرة غير الشرعية والأعمال الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي. قد يكون هذا الأمر في بيان حكومة، أو قد يكون في اتفاق سياسي عادي، أما أن يدستر هذا الأمر بهذه الطريقة فهذا أعتقد أنه أيضا من الأشياء المثيرة للريبة. نحن نعلم أن الهجرة غير الشرعية ليست أمر طارئ بل هو عميق. الأمر الآخر، نحن نعلم أن ليبيا ضحية في هذا الأمر، الهجرة غير الشرعية، وهي ليست دولة المنبع وليست دولة المصب بل هي دولة عبور. ما معنى كونها دولة عبور؟ إذا معنى كونها دولة عبور أنه لن يتم معالجة الهجرة غير الشرعية من خلالها. المعالجة يجب أن تتم إما في دولة المنبع أو في دولة الجهة التي يتم الذهاب إليها. إذا مسألة أن يضع لي هذا النص بهذه الكيفية واجعله نصا دستوريا، هو يفرض علي في حقيقة الأمر إملاءات أن لا أكون شريك فيه معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، ولكنه يفرض علي أن يكون هناك إملاءات علي في مكافحة هذا الملف أو في تناول هذا الملف. فهناك من الناحية الدستورية أنا أستقبل ما يعطيه إلي المجتمع الدولي من أو طلبات المجتمع الدولي، وأدستر طلبات المجتمع الدولي في مكافحة الهجرة. أيضا في الملحق الاقتصادي، مبادئ السياسة المالية وإدارة الأصول الوطنية. لعل وعسى نحن نعرف أن رسم السياسات الاقتصادية هو أخص خاصية لسيادة الدولة، وبالتالي وكما أشار سابقا أستاذ محمد النعاس في أن موضوع الشركات المتعددة الجنسيات إذا دخلت في غفلة منا ستعيد رسم السياسات الاقتصادية في ليبيا وفق مصالح غير معروفة لأنها متعددة الجنسيات، وبالتالي لن ترهننا لدولة بعينها ولكن ترهننا إلى منظومة اقتصادية كاملة نحن لسنا حلقة فيها بالمطلق. ماذا يقول هذا النص في موضوع معالجة الحكومة لهذا الأمر؟ تلتزم، وفي الإلزام هنا نوع من الجبرية بخاصة وأنه سيكون جزء من الإعلان الدستوري، تلتزم حكومة الوفاق الوطني بالاستفادة من الخبرات الدولية التي توفرها المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة. إذا هذا نوع من الإملاءات جديد في هيئة استشارات ملزمة للحكومة. إذا الخبرات استشاراتها ملزمة أكثر من مجلس الدولة وأكثر من مجلس النواب، وهنا مشكلة كبرى حقيقة في موضوع الاقتصاد الليبي.
ويطول، أنا قد لا أسرد هذه الأشياء كلها هنا ولكن سوف أتناولها في تقرير كامل بإذن الله، ولكن أريد أن أعرج على كل جزئية سريعا. هناك أيضا ولعل هناك شريحة من النساء كبيرة حاضرة وهي عن طوائف متعددة، أريد أن أنوه هنا إلى وحدة دعم المرأة وتمكينها، ولعل تمكين المرأة لا يخفى على أحد أننا النساء شأننا شأن الرجال، نسعى إلى التمكين أيضا، ولكن أي تمكين؟ التمكين الذي في مفهوم مجتمعنا المجتمع الليبي هو الأخذ بيد المرأة إلى الوصول إلى المناصب، ولكن ليس هذا المقصود في أدراج وفي وثائق الأمم المتحدة. المقصود بالتمكين في أدراج الأمم المتحدة هو التمكين الجندري، بمعنى المناصفة في كل شيء، والجندر هو التغير الاجتماعي الذي يريد أن يحدثوه على المجتمعات. فهذا التمكين بهذه الكيفية سيتعارض تعارض كلي مع الأعراف ومع الدين ومع العادات بالمطلق ومع حتى الفطرة، ولعل اتفاقية العنف ضد المرأة التي رفضت رفضا شديدا سيتم تمريرها بشكل مغاير من خلال ما سيبعث من تقارير من خلال هذه الوحدة. المنظمات الأجنبية والمنظمات المدعومة بالدعم المالي الخارجي تعمل بقوة على ترويج مثل هذه الأجندات داخل المجتمع، ولكن في الإطار التشريعي والإطار الحكومي ما زالوا ملتزمين بالقوانين وملتزمين بإطار القرارات العامة، ولكن عندما تكون يخصص لها وحدة بهذه الكيفية في إطار التمكين الذي مفهومه هو المنطلق الغربي أو المنطلق الجندري الذي ينطلق من مبادئ وأساسيات الأمم المتحدة نفسها، أعتقد أن هذا الأمر سيصعب من معالجته بالمطلق في إطار المجتمع، لأننا في هذه الحالة سيكون لدي منظمات دولية ومنظمات ليبية مدعومة بدعم مالي خارجي، وأي أيضا حكومة مطلقة الصلاحيات بها وحدة بهذه الكيفية ستعمل على نفس الأجندة، وبالتالي لن نستطيع التحكم في مسألة التغير الاجتماعي الذي سيحدث من خلال هذه الوحدة. هناك أيضا تكلم الدكتور عادل كندير عن أن هذا النوع من العقود هو عقد إذعان، ولعلي أضيف له أن هذا النوع من العقود أيضا عقد غرر، لأنه في حقيقة الأمر يتناول النصوص غير محكمة بالكامل، وتحتمل أكثر من تفسير في أكثر من وجهة، وتعطي للأطراف المتنازعة كل طرف حق، وبالتالي سيستمر النزاع ويرحل إلى الأمام، لأن كل طرف لديه حق في نفس المسألة، كل الأطراف لديها الحق في نفس المسألة، والمواد موجودة سيتم سردها بإذن الله لاحقا. إضافة إلى أيضا التوقيع على مجهول، نحن نوقع على حكومة مجهولة في ظروف غير طبيعية، لأن الظروف التي نعيشها الآن في هذا الاتفاق ليست ظروف تحول ديمقراطي، بمعنى أن هناك رغبة للشعب أوجدت جسم منتخب، هذا الجسم المنتخب هو من سيختار هذه الحكومة التنفيذية، هذا ليس موجود لدينا. من لدينا الآن عبارة عن طوائف لا تمثل غالبية الشعب الليبي، ستوجد هذه الطوائف حكومة، ويقال أن هذه الحكومة هي نتاج لهذا التوافق السياسي. إذا كانت هذه الحكومة نتاج لهذا التوافق السياسي وليست نتاج لعملية ديمقراطية، بالتالي يجب أن يكون هذا الأمر واضح. نحن لا نعرف آليات اختيار الحكومة، ليست موجودة في المسودة،
ونحن نعرف أن من يضع الآلية سيكون له الجزء الأكبر في هذا التنصيب. ولعلي عندما ذهبت إلى الإسخرات مع مرافق مع فريق الحوار، الآليات التي كانت تطرح كانت جميعها تصب في أن من سيختار هذه الحكومة هو الأمم المتحدة بشكل أو بآخر، وأن الليبيين ليس لديهم أي أمر إلا مسألة تقديم الأسماء، وأنا أتحدث على الآلية فقط ولا أتحدث عن الشكل المباشر. ولعلي هنا أستعيد التجربة اللبنانية في مسألة الانتخابات. في مسألة الانتخابات التجربة اللبنانية يقولون ماذا؟ أن من يضع قانون الانتخاب يعرف من سيفوز من البداية، من حين وضع قانون الانتخاب نحن نعرف من الفائز قبل دخول حتى العملية الانتخابية. وأنا أقول وضع الآلية بشكل معين تتيح لليون هو من يشكل الحكومة، والليبيون ليس أمامهم إلا أنهم ليس لهم إلا أنهم قدموا الأسماء فقط. هذا أمر. الأمر الثاني في هذا المجهول أن هذه الحكومة مجهولة العدد، هل هي حكومة مصغرة ولا حكومة كبيرة؟ مجهولة العدد، وبالتالي من سيتحكم فيها؟ الأمر الآخر، هل هي مناصفة ما بين طبرق وما بين المؤتمر؟ أم هي تتعدد أطراف أخرى؟ هذه الأطراف الأخرى ستتيح إلى رئيس الحكومة أن يكون له نصيبه داخل الحكومة. هنا أنا أريد أن أعلق ممكن في باب التراتيب الأمنية استوفاها أخوي عبد الرؤوف، ولكن أريد أن أضيف إضافة أن باب التراتيب الأمنية كل ما يتعلق بتراتيب الأمنية مناط به الحكومة وليس مجلس الوزراء الذي فيه حق الفيتو. مجلس الوزراء لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بمسألة التراتيب الأمنية. التراتيب الأمنية مناط بها الحكومة. آلية اتخاذ القرار في الحكومة مجهولة. كيف مجهولة؟ الحكومة تنعقد، بعد أن تنعقد في أول اجتماع لها تتخذ آلية اختيار الحكومة بالثلثين. لكن هل ستتخذ هذه الحكومة قراراتها فيما بعد ستقرها بالنصف زائد واحد، بالنصف لصالح الرئيس، بالثلثين؟ غير معروف. والغير معروف هذا هو من سيقر كل التراتيب الأمنية، وليس بخاف عن الجميع أننا نعاني في حقيقة الأمر جميعا كل الأطراف الليبية مسألة انعدام ثقة، وبالتالي هذا الأمر يزيد من الشقاق ولن يعالج مسألة انعدام الثقة بالمطلق. من يسألون عن الحل، الحل يجب أن يبدأ ليبي، ولعل هذا الحوار كما ادعت البعثة في البداية قالت أنها تسير الحوار تسيير بين الليبيين، ثم بعد ذلك انطلق إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة أن البعثة أصبحت راعية للحوار، وهناك فرق كبير ما بين التسيير وما بين راعية للحوار. ثم انطلق للمرحلة التي وصلنا إليها الآن إلى أن البعثة أصبحت وصي على الحوار وشريك في القرار الليبي في المرحلة القادمة وفق هذه المسودة. إذا نحن سنكون مذعنين للأمم المتحدة، ليس بأننا كوننا تحت الفصل السابع، ولكن تحت الفصل السابع إضافة إلى بنود هذه المسودة التي لا قدر الله ستكون جزء من الإعلان الدستوري. أقول قولي هذا واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحسن استماعكم.